هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من سي إن بي سي عربية. أنا الطيب عبد الماجد. هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء. نمو قطاع التجزئة السعودي 8% سنويا، وتجارة الأغذية تستحوذ على 44% من هذا القطاع. بي ام بي باريبا يدفع 115 مليون دولار لتسوية دعوى تلاعب في سوق الصرف. والبحرين ترفع الدعم عن اللحوم مطلع سبتمبر المقبل. أرحب بكم من جديد. يعيش قطاع التجزئة السعودي عاما من النمو والإقبال على منتجاته، لا سيما النمو السكاني الذي يشكل 3.3% سنويا. وبالرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية ومنتجات التجزئة في العالم، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة في أسواق المملكة ولم تواكب هذا التراجع، والتي يقول الخبراء بأنها تعاني من احتكار العلامات التجارية وتحكم التجار بذلك. نمو مستمر يشهده قطاع التجزئة في السعودية يقدر ب 8% سنويا، وتشكل الأغذية منه ما نسبته 44%. ويعود نمو هذا القطاع إلى ازدياد عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشي. ومع نمو أرباح العاملين في تجارة التجزئة، إلا أن الكثيرين يرون بأن هذا القطاع يعاني من الاحتكار وارتفاع الأسعار الغير مبرر أحيانا، مقارنة بانخفاض تكلفة إنتاج كثير من المنتجات المستوردة. هناك البعض نعم يستغل، خصوصا في بعض السلع الاستهلاكية، خصوصا في المواسم السنوية مثل موسم المدارس وخلافه. الجانب الثاني هو الحقيقة ثقافة الاستهلاك لدى المواطن السعودي، اللي أحيانا يلجأ وبشكل ضيق ووقت سريع وقبل الموسم مثل مواسم الأعياد ورمضان وخلافه للإقبال على عملية الشراء. هذه الثقافة يجب أن تتغير الحقيقة عند المستهلك حتى يمكن أن يحصل على أسعار مناسبة وفي أوقات مناسبة. ويطالب الكثير بضرورة إيجاد آليات لضبط الأسعار في سوق التجزئة المحلي، رغم أن هذا السوق يعتبر من الأسواق المفتوحة ويخضع للمنافسة. وقد حدثت تغييرات في سوق التجزئة السعودي، مثل إضافة رسوم 2400 ريال الخاصة بتجديد إقامة العامل، مما يضيف تكلفة على التاجر وبالتالي رفع أسعار السلع كما يفسره البعض. التاجر مو قاعد يشتغل علشان يخدمك أنت، اللي المفروض تخدم هي الدولة، تخدمنا حنا. التاجر قاعد يكسب، فالتاجر ما قاعد يخدم المواطن. اللي يقول لك قاعد يخدم المواطن ما صدق في الكلام. أنت يا مكتب العمل تبغى تخدم المواطن، لا ترفع على التاجر، لا تحط عليه مثلا مكتب عمل ب 2400 ريال بيجي بيرفع علينا يا المستهلك. ويقول خبراء بأن أسعار مواد التجزئة في المملكة لا زالت ضمن دائرة المعقول نظرا لطبيعة تجارة هذه المواد وعدم فرض رسوم أو ضرائب مرتفعة على التجار. انخفضت أسعار النفط في العالم وانخفضت معها تكلفة إنتاج مواد التجزئة، لكن كثيرا من التجار في السعودية لا زالوا متمسكين بالأسعار السابقة. عطل الشمري، سي إن بي سي عربية، الرياض. عطل الشمري من الرياض، وضيفي من جدة محمد إقبال علوي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس المديرين بشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة. مساء الخير، وأنا شاكر لوجودك معنا في هذا البرنامج. ودعني أتساءل أولا، يبدو أن هناك نمو في تجارة التجزئة في المملكة، هل هي ظاهرة صحية؟ بعض الدول عندما تنمو تجارة التجزئة هذا يعني أن عجلة الاقتصاد تدور وأن المستهلك يقبل على الشراء وأن مستويات الدخل مرتفعة والأحوال طيبة. أول شيء شكرا على الاستضافة ومساكم الله بالخير. بالتأكيد نمو مؤشر تجارة التجزئة في المملكة هو مؤشر على قوة الاقتصاد ونمو الاقتصاد، ولكنه لا يعني بالضرورة يعكس أن السوق سوق مفتوح كما أشار إليه تقريركم أو سوق حر المنافسة. أي نعم، نحن سياسات دولتنا أنه كل شيء يكون حر المنافسة، ولكن
بالتأكيد هناك كثير من المقيدات والاحتكارات بتحصل، بنجدها أنها تختلف عن المؤشرات العالمية. يعني في أسواق العالم عندما تنخفض أسعار السلع أو تنخفض أسعار السلع الأساسية أو أسعار البورصات أو الكساد بتنعكس على مؤشرات التجزئة وينخفض حتى على ينعكس على أسعار مواد التجزئة. هذا الشيء لا يتم في المملكة العربية السعودية لأسباب كثيرة. يعني سوقنا لا زال سوق موجه إنجاز التعبير، والسوق لا زال في بعض العناصر تتحكم فيه أكثر ما أنه هو سوق مفتوح، بمعنى كلمة سوق مفتوح. ومن هنا تخلق دائما المشاكل التي نسمع عنها. نعم. قطاع التجزئة واحد من هذه القطاعات اللي النمو فيها جيد، ولكنه يظل يحتاج نمو أكبر. أديك على سبيل المثال قطاع السوبر ماركت المواد الغذائية المنظمة اللي هي تحت ما يقال عليه السوبر ماركت تشينز، إلى الآن لا تزيد عن 30% من حجم السوق. يعني هناك في حوالي 70 أو أكثر من 70% كلها تعمل في أسواق ما يسمى الأسواق الغير منظمة والسوبر ماركت والبقالات الصغيرة المتناشرة، وهذه اللي قد تخلق مشاكل أخرى، مشاكل تستر، مشاكل غسل أموال، واللي بتحاول الدولة بتكافحها. نعم هناك مجال أكبر للتوسع في قطاع التجزئة المنظمة ومراكز التجارية المنظمة، لكن في عوامل أخرى جيد يا سيد محمد. لماذا هذا الارتفاع غير المنطقي أحيانا للأسعار كما يقول المواطنون رغم هذا التراجع العالمي؟ ما هي الضرائب المضافة، الرسوم المضافة التي تنعكس على ذلك؟ يعني أول شيء زي ما تفضلت في التقرير حقكم، في كل قطاع تلقى مجموعة من اللاعبين الأساسيين هم اللي بيتحكموا في الأسعار. بغض النظر انخفاضات أو ارتفاعات عالمية لا نجدها تنعكس علينا بسرعة في السوق السعودي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يبدو لي أنه مجلس المنافسة في المملكة لم يقم بدوره الكافي في حسم قضية الاحتكار والأسعار وسلع. إذا يعني هناك ظاهرة احتكار؟ يوجد ظاهرة احتكار بالتأكيد في بعض الوكالات، في بعض السلع الأساسية، في بعض السلع. يعني على سبيل المثال عندما تقوم بتقييم حجم الواردات في موانئ المملكة الجوية والبرية البحرية للسلع الأساسية تجد كميتها تزيد عن الحاجة في السوق السعودي، لكن هذا لا يكفي. متى تحرير هذه السلع من المستودعات الموردين الأساسيين لتجار الجملة والتجزئة في السوق هو المعيار اللي يديك إذا كان السوق هذا حر بيتحرك بسرعة. أنا أعتقد السوق يحتاج له معايير شفافية أكثر في معرفة كيفية تحرك السلع من يد الموردين المستوردين الأساسيين الكبار تصديرها للأسعار. خلينا أديك مثال، لما كانت في عندنا ارتفاعات في أسعار الإسمنت في حين أنه كان ما في نمو في النمو العقاري، وبعدين طلبوا مصنعين الإسمنت بيسمح لهم للتصدير لتجفيف السوق بسرعة. فيعني هذه الأشياء كلها أعتقد أنها تحتاج لها وزارة التجارة تنتبه لها شوي أكثر. نعم. ومجلس المنافسة والقضاء على الاحتكار يكون له دور في السيطرة عليها. نعم سيد محمد، يعني التجار رجال الأعمال كلهم سموهم ما شئت يقولوا بأننا تجار نود أن نربح، وأننا لم يعني خدمة المواطن من الدرجة الأولى بشكل مباشر ليست من اختصاصنا، على الدولة أن تخفف علينا حتى نستطيع أن نخفف على المواطن. ما هي الرسوم ربما المفروضة على هؤلاء التجار حتى تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع أحيانا؟ يعني عندما تكون إقامة العامل ب 2500 ريال ترفع إلى هذا الرقم، على طول التاجر هذا المبلغ يحوله إلى قيمة البضاعة. أنا أعتقد أن هذه نظرة قصيرة وهي نظرة قاصرة. الدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء. القطاع الخاص يجب أن يكون قطاع مرن ذكي يتحرك حسب الاحتياجات الطلب والعرض بعيدا عن فرص الاحتكار أو الضغوطات. عندما نتحدث أن الدولة قد تفرض 2400 ريال على العامل فهي تستهدف منه خلق فرص عمل للمواطنين، بالتالي المواطنين لما يخش عندهم دخل سوف يصرفوا هذا الدخل داخل المملكة، وبالتالي سوف يكون ضمن دورة الاقتصادية من شراء سلع وبضائع تعود على التجار. في حين الآن اللي بيحصل أنه كثير من العمالة الغير مواطنة أو غير سعودية بتقوم بترحيل مدخراتها وعائداتها من الرواتب إلى خارج المملكة، فهذا يعني هذا أوفسيت زي ما يقول شيء. المشكلة بسيطة أنه هناك نوعية من رجال الأعمال، لا أقول كلهم قلة، تعودوا على هوامش ربح كبيرة فيما مضى،
هذه الهوامش الربح للأسف لم تستمر ولن تستمر. فهم الآن بيحاولوا يجدوا تبرير لصرفها على المواطنين وتحويلها على عاتق المواطنين. إذا كان في نقص ضرائب على 2400 ريال رسوم على الإقامة، فالمملكة دولة لا تأخذ ضرائب على الدخل ولا على المبيعات، والطاقة لا زالت سعرها منخفض وخدمات هذا، ولا يوجد حد أدنى للرواتب. يعني المزايا اللي استفادوا منها رجال الأعمال في الماضي كبيرة، وأنا الأوان أنهم يعيدوا النظر في أنه يكون هوامشهم ربحية حسب معدلات السوق العالمية. نعم. عشان كده لما تسمع مطور عقاري يتحدث عن 38 و40 و50% IRR على العائد حقه، في حين أنه أحسن شركات في العالم من 12 إلى 15% IRR، لن يستمر هذا الأشياء الغير طبيعية، ويجب الناس يرجعوا لسعر السوق الحقيقي. نعم، أشكرك ضيفي من جدة سيد محمد إقبال علوي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس المديرين بشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، شكرا جزيلا لك. قال وزير الصناعة والتجارة البحريني إن الوزارة على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل لضمان تحقيق الغاية منه والمتمثلة في حصر هذا الدعم وتوجيهه إلى المواطنين فقط، مضيفا أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية من خلال إفساح المجال أمام الراغبين في مزاولة نشاط استيراد المواشي الحية واللحوم المبردة، والذي يمارسه حوالي 70 من أصحاب السجلات التجارية المرخصة من قبل الوزارة في الوقت الحالي. وافق بنك بي ام بي باريبا على دفع 115 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية يتهمه فيها مستثمرون بالتلاعب في الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية. وبنك بي ام بي هو واحد من بين 9 بنوك توصلت إلى اتفاقات بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار لتسوية مطالب في دعوى جماعية وشيكة في نيويورك. لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية للباحثين عن مسكن في السعودية. دفع 30% من قيمة العقار تقف حجر عثرة أمام السعودي لامتلاك مسكن. أهلا بكم من جديد. ذكرت اللجنة العقارية بغرفة المدينة الصناعية في السعودية بأن المطور العقاري يستطيع توفير متطلبات وزارة الإسكان للوحدات السكنية، مؤكدة بأن بعض الشروط والتعقيدات تعطلهم من حركة الإنشاء السريع. المزيد في هذا التقرير. عقبة أخرى تقف أمام حلم المواطن السعودي لامتلاك منزله الخاص، فالدفعة المالية التي وضعتها البنوك والتي لا تقل عن 30% من قيمة العقار شكلت هاجسا له. وبحسب الخبراء فإن أرباح البنوك تصل إلى نصف قيمة القرض، آملين من مؤسسة النقد العربي السعودي سامة إعادة النظر في ذلك الشرط كي تطبق أول عمليات الحلول على أرض الواقع. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان السعودية في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول العاجلة بما يحقق سرعة تنفيذ مشاريع الإسكان، إلا أن بعض الشروط والتعقيدات تعطل المطور العقاري عن حركة الإنشاء السريع، منها التصاريح والفرز وغيرها من العقبات التي تقف أمام المطور. هذا وتراجع الوزارة في رؤيتها الجديدة بشكل دقيق كفاءة نظام التمويل الإسكاني بهدف جعل المسكن ضمن إمكانيات المواطنين، ويعتمد ذلك على مدخلات الإنتاج السكني كأسعار الأراضي ومواد البناء والتشييد ودورها الرئيسي في تحديد كلفة المسكن،
مما يدعم الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لإيجاد بيئة تمكينية متوازنة من خلال العمل على أساس تنافسي بين المطورين والمستثمرين العقاريين لإنتاج سكن قليل التكلفة وملائم للشريحة المستهدفة من المواطنين. إذن هو موقف لا يحسد عليه المواطن السعودي، دفعه إلى التمسك بأي خيط أمل بهدف الحصول على مسكن يرتقي إلى طموحاته. معي عبر الهاتف نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة السيد أحمد الكريمي. سيد أحمد مساء الخير وشكرا لوجودك معنا. البعض يرى أن هذه المقدمات 30% وغيرها تقف حجر عثرة أمام تملك المساكن، كيف تراها أنت؟ أولا أخي الطيب مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام، وبداية ذا بدء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج. لا يخفى على الجميع إذا تكلمنا عن العقار أنه هاجس لكل شخص يعيش على هذه الأرض. الجميع يحب أن يوفر السكن له ولأبنائه. في ظل حكومة المملكة العربية السعودية دائما تسعى بكل السبل في توفير المسكن المريح لكل فرد، ضخت الأموال الطائلة، وفرت الأراضي، تحاول قدر المستطاع وضع حلول للعقبات الموجودة. بالنسبة لل 30% التي اقترحتها مؤسسة النقد، أنا طبعا أقول للمواطنين الله يعينهم على هالقرار، لأنه خالف كل التوقعات اللي كانوا يحلموا فيها بتملكهم لمسكن. القدرة الشرائية لدى المواطن السعودي ضعيفة، في الغالب لا يستطيع أن يوفر 30% من قيمة المنتج العقاري. نعم. فأنا أتمنى من مؤسسة النقد يعني أو من الدولة أن تعيد النظر في هذه النسبة. نعم. مع وجود العلم يعني أنه البنوك بصفة عامة في المملكة وخاصة في المدينة ومكة، بعض البنوك طبعا الأجنبية بما يسمونها متوقفة عن الرهن العقاري أو متوقفة عن التملك للعملاء لديهم بحجة أن البنك أجنبي، وهذا أيضا سبب فجوة واحتكار لبعض البنوك لهذا الأمر. نعم نعم خطير. نعم جيد جيد، أنا أشكر لك هذه التقدمة هذا الحديث. المواطنين من جهة يلقوا باللوم على المطورين باعتبار أن هناك مغالاة في الأسعار ربما في طريقة الدفع إلى ما ذلك، المطورين بدورهم يلقوا باللوم على الدولة باعتبار أن هناك كثير من الشروط والتفاصيل التي تعيق عملهم وأنهم قادرين على توفير هذا المسكن للمواطنين إذا تم تيسير ذلك. يعني نحن ندور في هذه الدائرة، كيف من الممكن أن تتدخل الدولة؟ طيب بداية أنا متفائل جدا والجميع متفائل جدا بمعالي وزير الإسكان الجديد الأستاذ ماجد الحقيل. نعم. هذا الرجل عاش في وسط هذه الإشكالات، عاش في وسط هذه العقبات. نعم. والإجراءات والفترات الزمنية التي عاقت على المطور العقاري لتوفير المنتج العقاري. أنا صراحة أتمنى له التوفيق ولزملائي في الوزارة. العقار يعني هو منتج يكبر أو يصغر حسب القدرة الشرائية لدى المواطن. المشكلة التي نعيشها الآن هي مشكلة الفجوة ما بين السوق العقاري أو المنتج في السوق العقاري وما بين قيمة المنتج والقدرة الشرائية لدى المواطن. هذه الفجوة كبيرة جدا التي اللي أشوف لها حلول في نظري: تعدل أدوار، تقليل المساحات في الوحدات السكنية، تغيير نمط البناء التقليدي والانتقال إلى البناء السريع. نعم. اختلاق تكتلات أو اتحادات مع ملاك العقار والمطورين ومقاولين أيضا. نعم. هذه من ضمن الحلول. نعم. توعية المجتمع هي الأساس. توعية المجتمع في كيفية اختيار المنتج العقاري. صحيح. أنا أشوف غرفة الرياض جزاهم الله خير، الأخوان هناك عملوا حملة توعوية في توعية المواطن في كيفية شراء المنتج العقاري. طبعا برنامج في اليوتيوب ما شاء الله، يعني أنا عجبني هالبرنامج لأنه توعوي جدا للمواطن.
طبعا اللوم ما نرمي كاملا على المطور العقاري، عندنا شركاء للمطور صحيح يتحملون 50% صحيح من عقبات المطور صحيح، إجراءات، فترات زمنية، يعني تتراوح ما بين استخراج رخص البناء من 3 شهور إلى سنوات. نعم. لا نحدد السنوات. نعم. طبعا كل منطقة بأماناتها برجالها. نعم. يقودون هذه المهمة. جيد. أنا حقيقة دائما أعجب بالضيف الذي يقدم مقترحات وحلول، أنت كذلك نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة السيد أحمد الكريمي، أنا شاكر لوجودك معنا عبر الهاتف. غالبا نجد أن الشركات تواجه كثير من التحديات من حيث القدرة على التصدي للهجمات الإلكترونية، خاصة عندما تعاني شح في مهارات الأمن وتكنولوجيا المعلومات. دراسة صدرت مؤخرا تستعرض، وهي عن معهد بونيمون وهي من شركة IBM، تستعرض هذه الدراسة الاختراقات المحتملة في منطقة الخليج العربي. وخلال العام الماضي سجلت دول الخليج المشمولة بالدراسة ارتفاع لافت في معدل تكلفة اختراق قواعد البيانات من 108.5 إلى 122 دولار لكل حالة، هذا يعادل زيادة كبيرة بنسبة تقارب 20%. وارتفع متوسط التكلفة الإجمالية للاختراقات لدى الشركات من 3,110,000 دولار خلال 2014 إلى 3,800,000 دولار وفقا لما تشير إليه دراسة هذا العام. معي هنا في الاستوديو السيد أحمد عبد الحميد، مستشار أول إدارة أمن المعلومات في IBM. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. والله يزود مساك حتى ندخل المشاهدين في الأجواء، يعني ما الذي يعنيه اختراق البيانات بالنسبة للشركات؟ خليني في البداية أوضح معنى كلمة المصطلح نفسه، اختراق البيانات. اختراق البيانات هو بيحدث لما بيكون في معلومات معينة حصل لها إفشاء سواء عمد أو غير عمد في بيئة غير موثوق فيها، ده المفهوم العام. المفهوم اللي احنا بصدد مناقشته النهارده في الدراسه مفهوم خاص بالافراد، في حاله اختراق البيانات الخاصه بالافراد زي سجل طبي، زي معلومات خاصه ببطاقه الائتمان او بطاقه الصراف الالي. ساعه ما بيحصل فقد هذه المعلومات بتحصل بتكون مشكله كبيره للمؤسسات. في مؤسسات كتير جدا بتتعامل مع الافراد بشكل مباشر وبالتالي بتحتفظ بهذه البيانات عندها في قواعد بيانات. لازم التعامل مع هذه البيانات بيكون بمنتهى الحرص وبمنتهى السريه، لأن لو حصل لها إفشاء ده وبيؤدي المشاكل كتيرة للأفراد وللشركات المسؤولة عن البيانات ديت. نعم. في الدراسة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة اللي عملتها IBM لعام 2015، دي دراسة تهدف إلى دراسة مدى تكلفة الاختراق الواحد لكل شركة من الشركات المشمولة بالدراسة، كلها مؤسسات وشركات حصل فيها اختراقات في الفترة الماضية، والهدف هو دراسة تكلفة الاختراق والأسباب اللي أدت للاختراق دهوت والنتائج المترتبة على الاختراق. نعم، لاحظتم أن هناك زيادة لافتة في هذا الاتجاه من خلال البحث في هذا الخصوص، كما وكيفا يعني. جيد. حديث الآن، كيف يمكن لهذه الشركات إذن أن توقف وتيرة هذه الخروقات؟ وهل هو تقصير؟ هل هو إمكانات؟ هل هي مكلفة؟ طيب خليني أتكلم أكتر عن الدراسة بطريقة مفصلة أكتر. الدراسة نفسها اللي قامت بها IBM، الدراسة بعنوان تكلفة اختراق البيانات في المنطقة العربية لعام 2015. الدراسة ديت بنعملها في IBM العام الثاني على التوالي، وده بيساعدنا أن احنا بنعرف اتجاه التغير أو الترند لما بتحصل فيه مشكلة معينة، بنعرف إيه هو اتجاه التغير في التكلفة والأسباب المختلفة اللي ادت ليها والنتائج اللي ترتبت عليها. الدراسة ديت تشمل 11 قطاع مختلف، عملناها في منطقة عربية في دولتين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وكانت كل الشركات المشمولة بالدراسة حصل فيها حالات اختراق تتراوح ما بين 6000 سجل لغاية حالات تقترب من 100,000 سجل في الحالة الواحدة. متوسط التكلفة للاختراق الواحد بغض النظر عن عدد السجلات اللي موجودة فيه كان تقريبا 14.5 مليون ريال سعودي أو 3.8 مليون دولار أمريكي. وده بزيادة 20% عن العام الماضي. متوسط الاختراق الواحد للسجل الواحد حوالي 458 ريال،
وده بزياده حوالي 12% عن العام السابق، وده طبعا هو يبين الاتجاه الصاعد في التكلفه اللي بتحدث لكل الاختراقات. نعم. الاسباب اللي بتؤدي ممكن تكون اسباب مختلفه، يعني في اسباب منها ممكن تكون مباشره واسباب غير مباشره. في اسباب مباشره ممكن بتكون عمليات التحري والتحقيقات اللي بتحدث عقب عمليه الاختراق مباشره، او عمليات اكتشاف حتى الاختراق، او حتى المعاملات القانونيه اللي بتصاحب دايما الاختراقات، بيكون دايما في احتياج لتدخل قانوني في اوقات كتير. من ضمن الاسباب التكلفه اللي بتكون غير مباشره ساعات التعامل بين اعضاء مجلس الاداره او الادارات العليا، ان هم لازم بيكون في تقرير بيوصل لهم، بس ساعات بيوصل بطريقه غير محترفه، فبالتالي بيضيع وقت كتير في اتصالات ممكن غير ملهاش داعي. صحيح. فاوقات تانية ممكن تكون كمان حاجات ليها غير مباشره برضو ليها علاقه بالعملاء، فقد عملاء زائد عن الطبيعي. ساعات بيكون عملاء مباشرين موجودين المؤسسات ديت بيفضلوا ان هم يروحوا للمنافسين لان عشان نتيجه الاختراق اللي حصل ده، وفي اوقات معينه ممكن يكون حتى عملاء محتملين موجودين في السوق. صحيح. بيروحوا المنافسين برضو. نعم. في اسباب اخرى ليها علاقه بالتعويضات اللي ممكن تحصل، او العروض التسويقيه اللي ممكن تقدمها للمؤسسات ديت علشان تعوض فرق النقص في العملاء. نعم. فده ممكن يكون احد الاسباب، او اسباب دي كلها ممكن بتجتمع مع بعض عشان تكون التكلفه اللي بتعاني منها الشركات. نعم. هذا ما كنت اود السؤال عنه لكنك اجبت في معرض حديثك. انا اشكرك السيد احمد عبد الحميد، مستشار اول اداره امن المعلومات في IBM، شكرا جزيلا لك. اشكرك. وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعه، تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.